السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي الغاليات، إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. ضحكت نشطت يا ربي العالمين. أول حاجة نشكركم على تعليقكم الإيجابي، وكنشكر الناس اللي جربوا الوصفات ونجحوا معاهم، والله العلي العظيم كنفرح بزاف، وبالله يسهل عليكم ويفرحكم يا أرحم الراحمين. الناس اللي تبغي نخدم لها أعمال روحانية شخصية غتنحط لكم دائما الإيميل فاش تواصلوا معايا، ولا اللي عندها شي سؤال ولا حاجة، اللي عنده سؤال ولا حاجه سمحوا لي نسد الشرجم حيتاش كاين الصداع. المهم كيف ما قلت لكم، اللي بغات شي عمل روحاني ولا شي حاجه تدخل عندي الايميل، تصيفط لي النمره ديالها. المهم اليوم البنات وصفه رائعه بزاف، حطيتها لكم شحال من مره في القناه، ديال جلب الحبيب بالشعر الفرج او شعر العانة. هذه الوصفة حبيباتي للمتزوجات وكذلك للعازبات. لو انت مع واحد في علاقة يعني وانت بغيتي هذه العلاقة تتكلل بالزواج، ولكن هذا الشخص دائما يتهرب ويضحك عليك، انت في الفيديو المناسب. لو زوجك خائن يعني يسمع كلام امه كتير، ما يعطيك قيمة، ما ينام معاك، ما يعطيك حقوق الزوجة ولا اي حاجة، بخيل، انت في الفيديو الصحيح. في هذا الفيديو ان شاء الله وصفة سهلة وبسيطة، عطيتها لكم قبل في القناة، ولكن كل مرة كندير لكم بطريقة جديدة على خاطر يعني المكونات، كل مرة كندير لكم مكونات جديدة لان مش كل الناس عندها المكونات متوفره. اليوم الوصفه سهله وبسيطه، واهم حاجه انها ناجحه مليون في الميه. كنحتاجوا حبيباتي في الوصفه، اول حاجه الوصفه تعمل يوم الاثنين او يوم الخميس، الاثنين او الخميس. والنيه لازم تعملي الوصفه وتكون عندك النيه، يعني تكون عندك واحد النيه وانت تعملي الوصفه. تخيلي راسك انت مع داك الشخص في الفراش في الحلال، لو كان زوجك تخيليه مع، تخيلي راجلك معاك، يحترمك، يدير لك قيمه، يبوس لك رجليك، يبوس لك راسك، فهمتوني؟ والوصفه تعمليها في الصباح الباكر، يعني مورا الفجر تعملي هذه الوصفه في الصباح الباكر. صافي حبيباتي، نحتاجوا هذه الوصفه حبيباتي الفلفل الاسود او الابزار، الفلفل الاسود او الابزار. ونحتاج حبيباتي مكون لو متوفر عندك يعني ما شاء الله راهو رهيب، لو ما متوفرش عندك ماشي مشكل يعني نتخلاو عليه، ولكن هو مكون رائع بزاف في الوصفات ديال الجلب، اللي هو هذا المكون اللي هو الزعزع. ها هو الزعزع، اللون ديالو كيكون هكا برتقالي، القرعة تأكسات لي يا حبيباتي وما تفتح. المهم ها هو البنات، ها هو الزعزع. ونحتاجو ورقة بيضاء، ونحتاجو قلم أحمر أو المدد الروحاني، ونحتاجو شعر العانة. هذا شعر في الرأس فقط، أنا غير المثال، نحتاجو فقط شعر العانة بكمية قليلة جدا، زغبة ولا زغبتين كافيين. صافي حبيباتي، فهاد الوصفه ان شاء الله حبيباتي نتمنى انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير على خاطر تعرفوا وتفهموا اشنو لازم نعملو، لانه في هاد الوصفه ان شاء الله نعملو وصفه وكذلك واحد القبول. يعني سبحان الله الناس العازبات، للنساء العازبات، ولا حتى انت متزوجه تعملي راه تعملي لشخص معين راه يولي يحماق عليك، واللي يشوفك يبغيك، اللي يشوفك يبغيك. بسم الله، ناخذ حبيباتي القلم الأحمر، نجيب شي ورقة أخرى باش تبان لكم، ناخدو حبيباتي عافاكم ركزوا معايا، كناخدو ورقة بيضاء غير مسطرة نعملو فيها جدول. الناس اللي راها تخاف ولا حاجه تقرا آية الكرسي، تقرا آية الكرسي. نقسموا الجدول على ثلاث خانات، نقسموه في الوسط على جوج بهذا الطريقه. نتمنى يكون كل شيء واضح ومفهوم. نقسموا هذه الخانه على اربع خانات، نديرو هنا جيم، حرف الجيم، عين، واو، دال. جيم، عين، واو، دال.
نعملو هنا هاد الرموز بحال العين بهذه الطريقة، وفيها نقطتين بهذه الطريقة، نعملو خط بهذه الطريقة، نعملو نقطة هنا نقطة هنا، وندوزو خط بين النقاط. بعدين نديرو هنا حرف الجيم والميم والدال. نتمنى انكم تتبعوا الوصفه من البدايه حتى النهايه عشان تفهموا وتنجح معكم. راه وصفه سهله، والناس اللي ما عندهمش الزعزع ما عندك ولا مشكله حبيباتي، ولا مشكله متوفر عندك حباده، لانه الزعزع لوحده يعني راه وصفه واحده، يعني غير الزعزع تبخريه وتقولي عزيمه على الشخص راه يجي كي الكلب. ونديروا هذه الطريقه، ها مثلث بهذه الطريقه. هاد المثلث حبيباتي في اليمين في هنايا في هذا في هنا نكتبوا اسمك انتيا، مثلا انت اسمك مريم نكتبوا بهذه الطريقه مريم حروف متفرقه على هذا الخط تبع المثلث مريم. مر الياء ما عفوا الراء الياء مر يم بهذه الطريقه. اسم حبيبك مثلا احمد نكتبوا ا حروف متفرقة أح مد بهذه الطريقة حبيباتي، نتمنى تكون واضحة لكم. ونجو لهنايا، نجو لهنايا باش ما نضيعوش الوقت، نكتبو نقول لكم غير شفويا، نكتبو بقلم أحمر في نفس الورقة نكتبو هاد الكلام. كتبت لكم حبيباتي الكلام اللي لازم نكتبوه هنا بقلم يكون أحمر، كتبتو لكم على خاطر ما نتعطلوش بزاف. نتمنى تكونوا فهمتوا، نقراه لكم. شوفوا نكتبوا هذه الارقام العربيه 300 بهذه الطريقه ونكتبوا يشاروش وماروش يشاروش وماروش اجعلوا فلان ابن فلان اسم حبيبك او زوجك واسم امه، لو ما عرفتيش اسم امه اكتبوا ابن حواء. يشاروش وماروش يجعل فلان ابن فلان مرفوع العقل يفكر في فلان بنت فلان، يعني اسمك انت واسم امك. ليل نهار اغرس اغرس حروف المحبه، شوفوا اغرس حروف المحبه جيم دال واو في قلبي، وهيجه واطفئ شهوته على كل الجنس اللطيف غيري انا، واعم بصيرته على كل نساء الكون غيري. الوحى الساعه الوحى العجل الساعه الوحى العجل، نكتبوا في الورقة بيضاء هذا الطلسم ونكتبوا هذا الكلام بقلم يكون أحمر أو المدد الروحاني، نكتبوا هاد الأرقام العربية 300 وتقولوا يشاروش وماروش اجعلوا فلان ابن فلان مرفوع العقل يفكر في فلان بنت فلان. ليل نهار اغرس حروف المحبة جيم دال واو في قلبه وهيجه وأطفئ وهيجه وأطفئ شهوته على الجنس اللطيف غيري انا، واعم بصيرته على كل نساء الكون غيري. الوح الساعه الوحى العجل، لو الناس يعني تبغي تعرف الكلام اللي كنقولوا مثلا تاخذ الفيديو تعمل ليه يعني تحميل وتعمل المود يعني مش تسريع، يعني نتكلم بطيء عشان تفهموني. بعدين حبيباتي ناخذ هذا الفلفل الاسود نحطه منه القليل قليل من الفلفل الاسود، لانه فعلا الفلفل الاسود راه يحرق، غادي يحرق داك الشخص هو، وانت كتحرقي هاد الطلسم وهاد الكلام وداك الشخص يحس يعني بالكارو يتحرق ويحس بالمنطقه الحساسه ديالو تحرق ويحس بعقلو يحرق ويحس بانه يكره النساء، يولي اغريسيف بزاف، يولي يعني فهمتوني. وحتى لو كنتي معاه في علاقه وعمل لك بلوك في هذه الوصفه ان شاء الله غتنجح معاك. ونعملوا القليل من شعر الآنة، وكيف ما قلت لكم الا عندكم الزعزع تزيدوه، الا عندكم الزعزع تزيدوه. وحنايا كنطويو هذا الطلسم حبيباتي دائما ما تطويوش الطلسم بهذه الطريقه، الا خطا قطوه بهذه الطريقه، هو راجل عندكم بهذه الطريقه. شوف كنطوي الطلسم وانتم جايبينه لعندكم، يعني كنطوي هذا الطلسم وكنحرقوه كنحرقوه حبيباتي فهمتوني. وداك الرماد اللي بقى لينا الرماد المتبقي من الحرق حبيباتي كنتخلصوا به منه في مكان اخضر معشب.
صافي حبيباتي، وهاد الورقه كتحرق وهاد الورقه كتحرق كتقولي سبع مرات، هاد الورقه وهي كتحرق كتقولي سبع مرات هاد الكلام، كتقولي سبع مرات هاد الكلام يعني وهي كتحرق. حرق شهوتك يا فلان ولد فلانه على كل نساء، على كل نساء، وربطتك بفرجي باش ما تغويك ولا وحده غيري، انا فلانه بنت فلانه. يعني هذا الطلسم هو ينحرق في النار، نقول هذا الكلام سبع مرات، حرقت شهوتك، حرقت شهوتك يا فلان ابن فلانة، اسم حبيبك أو زوجك واسم أمه، يعني لو ما عرفتش اسم أمه تقولي مثلا سعيد بن حواء. على كل نساء وربطتك بفرجي باش ما تغويك ولا وحدة غيري، عشان يعني ما تغويك ولا امرأة غيري، حرقت شهوتك يا فلان ولد فلانة على كل النساء وربطتك بفرجي باش ما تغويك ولا وحدة غيري، تقول هذا الكلام سبع مرات حبيباتي. وحبيباتي اللي بغاو كذلك قبول، راه هذا مثلا، هذا يعني هذا بالضبط مثلا كنتي تبغي شخص معين، هذا بالضبط يمكن انك تصاوبيه هو بوحدو، تصاوبيه وتعمليه يعني كحجاب وكتهزيه معك، قبول رهيب، فهمتيني، لشخص معين مثلا. صافي حبيبتي، تحرقيه خطير، جربوها وردوا عليا حبيباتي، خطير بشعر الآن فقط، تخلي حبيبك يعني عاشق والهان.